بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن اليوم الكلام عن مشاكل زوجية، الزوج يضرب الزوجة، مشاكل طلاق، مشاكل يعني البيت غير مستقيم. هل ممكن يتصلح البيت؟ يصطلح أهل حال البيت؟ هل هناك عمل يعمل؟ نشوف إن شاء الله ونبدأ على بركة الله. طبعا في معنا قصتين، معنا حتى أكثر من قصتين، يعني يتكلم بنفس الموضوع، إنه الزوج كان لئيم وهكذا ومتسلط. ثم نسمع القصص أجمل، ولكن نقرأ السؤال الذي جاءني عشان أنا بدي أجيب هذا السؤال. طيب، السلام عليكم أستاذ محمد حجازي، عندي أختي من 4 شهور هجرها زوجها رجالها. بلاش نكمل، يعني طبعا سيء الخلق، في عنده شروب، عندها أطفال. نعم، عندها أطفال وهو يشرب الخمر وينتهك حرمات الله. خلينا نكفي لهنا، وهو يضربها وهجرها ومعها أطفال. فهذا الرجل يعني أخوها يعني ينصحها بلزوم الاستغفار. قلت لها قلت لها إلزم الاستغفار، وفجأة بعث ورقة الطلاق. نعم، معنا سؤال مشابه لنفس الشيء. جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم. سبحان الله، بعض الأعراض حدثت معي وقصتي كالآتي. بدأت المداومة على البقرة قبل 3 أشهر يوميا، والنتيجة أحلام مزعجة وأكثر من حلم وأكثر من حلم رأيته في المنام تحقق أمام عيني، وضيق وبكاء أحيانا. ومن ثم انفصل عني خطيبي، كان زواجنا قريب وخاطبين من سنوات، رغم أننا كنا نمر بمشاكل قبل أن أبدأ في قراءتها. الله يعوضني أحسن يا رب، ادعولي. وبعدها توقف عقد عملي، وما زال عندي أمل بالله يرجع إن شاء الله وأشتغل من جديد، أن يعوضني وظيفة أحسن يا رب. المهم، كان الشيطان يحثني كثيرا بترك قراءة البقرة ويوسوس لي، ولكني لن أتوقف إن شاء الله، وأصبحت أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي. طيب، نعم، سؤال ثالث. هنا السؤال: كسرت رجلي الاثنتين في ليلة القدر بعد شهر من الاستغفار وسورة البقرة مرتين في اليوم، الحمد لله. هي الاجرين، هنا الارجل يعني مكسورة. فالموضوع يعني أنا لزمت الاستغفار وسورة البقرة انكسرت رجلي، لزمت الاستغفار وسورة البقرة كادت أن يعني بدأت أختي راحت تتطلق، بعث لها زوجها ورقة طلاق. لزمت الاستغفار وسورة البقرة، وإذا خطيبي تركني والعمل كمان تركته، لا أدري كيف، لماذا. الآن سنقضي جواب إن شاء الله، دقيقة حتى نجمع كل المعلومات. لحظة، الآن معنا شيء لا يعقل صراحة. سبحان الله، هذا الأخ هو على جروب التليجرام بعث لي هذه الصورة، إنها انكسرت رجلي الثنتين في ليلة القدر. والمشرف معنا أخونا محمود، هو من القدس. هذا الأخ رأى، سنسمع ماذا رأى.
الأخ المشرف هو مشرف في جروب الرجال في الواتساب، فلا علاقة بينهما. شوف شو عندما نزلت أنا هذا الصورة نزلت على جروب الواتساب، اسمع ماذا بعث لي محمود، الأخ محمود المشرف عندي على جروب. نعرف سبحان الله، وكان هذا الأمر انكسار الرجلين هو قدر قد قدره الله، فأراد أن يبينه جل في علاه عشان نستمر نحن نعرف كيف نتعامل. سبحان الله. اسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، أقسم لك بالله العظيم أنا هذا اللي عم بالحكي هلأ الآن أنا حلمت فيه. أنا حلمت في إنه شخص كان يستغفر يقرأ سورة البقرة وانكسرت لجديد تنتين والله العظيم وارتمع الدخل. أقسم بالله أنا هذا حلمت فيه، ما بعرف شو الرابط، بس ولكن أقسم لك بالله هذا الكلام بكل كأنه حقيقي وحياة الله يا أستاذ محمد. وما أخذت في الحلم، ما أخذت في الموضوع أنا يعني ما أخذت فيه، ولكن هذا لما شفت الصورة تذكرت هذا الحلم اللي أنا حلمته. سبحان الله. طيب إسحنا، طيب احنا بنشوف هنا يعني هذا جوابي اول شيء للاخ، شفاك الله اخي الكريم والبسك ثوب العافيه، عساه تطهير ورفع درجات، لربما كان الامر كان مقدرا ان يكون اكبر بكثير مما من كسر القدمين، يعني لربما انه الله قبل الاستغفار وسوره البقره لربما كان مقدر لك ان يعني لربما تتكسر كلك يعني، ف لربما كان الأمر مقدر أن يكون أكبر بكثير من كسر القدمين، لكن الله لطف. في سورة الكهف الخضر قتل الغلام، فكان خيرا للوالدين الذين لم يعلموا بالحكمة من وراء قتل ابنهما. نحن الذين علمنا، طبعا نحن الذين علمنا بالحكمة من وراء هذا اللي هو الخضر. نعم الخضر قتل الولد والوالدين طبعا بكوا على 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 ابنهم الغلام، لكن نحن علمنا، هم لم يعلموا ماذا حدث، لماذا قتله الخضر. فنحن علمنا انه لو كبر هذا الغلام لكفر والديه، فالله اراد ان يبدلهم خيرا منه. جميل. والخرق الذي خرقه في السفينه جل في علا، يعني الخضر عندما يعني خرق الخرق في السفينه، لولا هذا الخرق لا الملك أخذ السفينة. فحكمة الله سبحان الله، إذا إحنا كنا على طريق الحق نعبد الله كما يحب الله ويرضى، لازمنا الاستغفار والتوبة والرجوع، عرفنا وأقررنا أقرينا بذنوبنا وأخذنا التوبة والرجوع محمل الجد، وانتهينا عن الشرك الخفي، نعم الذي يسبب العقاب، وما يرفع العقاب إلا كثرة الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كل يعذب إلا المستغفر لا يعذب. نعم نزلنا قصص حفظت كتاب الله، كل يدخل تحت العقاب إلا المستغفر استثناه الله. نعم أنهلك وفينا الصالحون، سألت سيدنا عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، لكن المستغفر له استثناء بآية صريحة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر له استثناء، ثم ننجي الذين كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن السوء. فيعني خلاصة الآية إن شاء الله. فالحكمة أكبر من هيك، إحنا نرى إن الصورة حصل طلاق، الصورة انكسرت الرجلين، الصورة تركني خطيبي، هات إسا إن شاء الله نسمع قصص عن الاستغفار. اسمع مليح، إذا كان الخير أنا تبت، خلينا نفهم عشان نبين موضوع مهم جدا. أنت في الماضي قبل الاستغفار وسورة البقرة كنت متفلت، فهمت الموضوع إنك أنت عندك ذنوب وبدأت تعيد حساباتك مع الله، انك تترك الذنوب غيبة نميمة مسلسلات ذنوب خلوات قطيعة ارحام، كل هذا بدأت تتركه لله ولزمت الاستغفار، وعرفت ان الاستغفار فيه رحمة الله، وان الله يعني قد وضعك تحت العقاب عشان انت مش عارف من هو الله جل في علاه، انت تعرف اوامر الله لكن لا تعرف الله. المهم انت لزمت، فنحن الان نسير في طريق الحق. بالاول كنا بعد، اليوم انا حتى لو كنت أصلي وحتى لو كنت أصوم وأزكي لكني أنا كنت
أظن إني على خير. اليوم أنا فهمت إن الله لا يعذب مستغفر. اليوم أنا فهمت إني لا أنسى فضل الله فضل الله علي لنفسي أو لغير الله. اليوم إني عرفت أنا لساني قد يعني يحصد كل حسناتي. نعم اليوم عرفت أن الغيبة والنميمة تودي المهالك. اليوم عرفت أنه هذه كل الإصرار على أي معصية يعني يحبط كل أعمالي. فاليوم أنا بدأت أستغفر وتبت من كل هذا الإصرار، وبدأت أستغفر وأستغفر وأقرأ سورة البقرة ربما، وحدث ما حدث. حدث الطلاق مثلا، حدث تركني عريسي، حدث هكذا. إسا أنا دبين أمر مهم، الذي حدث معه هذا الأمر فليستسلم لأمر الله كما فعل الخضر، كما فعل الخضر. ليش؟ لأنه حكمة الله تقتضي أمر أكبر. اليوم أنا زوجي يضربني، زوجتي لا تطيعني، معلمي بالشغل هايني، وأنت تظن أنك رزقك عندي معلمك، ورزقك قال المولى عز وجل إنه كتبه وأنت في بطن أمك، وكل شيء قد قدره الله جل في علا، وكل شيء إن شاء الله إن تبت سيصلحه الله، سيصلح لك أحوالك. إذا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فأنت بدأت تتبع هدى الله فالله سيصلح أحوالك. خلينا نسمع القصص المستغفرات، ماذا حدث معهم معهن، وبعدين أنا أكمل شو عليك أنك تعمل إذا زوجك يريد أن يطلقك، كسرت إجريك، كل هذا مهم. القصص الأخوات يعني مهم جدا. في نسمع إن شاء الله ونستمر إن شاء الله. القصص كثيرة الحمد لله رب العالمين، هناك يعني كثير قصص الحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليكم. طيب هنا هذه أخت كادت أن تتطلق. اسمع ونستمر في قصة أخرى، في كمان قصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من المتابعين لقناة محمد حجازي، صلي 5 شهور. قبل ال5 شهور صارت عندي مشكلة بالبيت، بسبب هاي المشكلة ترك زوجي البيت، فخلاني أربي الأولاد لحالي وخلى مسؤولية البيت علي لحالي وراح. فأنا هون حسيت بالهم والحزن والكآبة بشكل مش طبيعي، فتوجهت لربنا ودعيته إنه يرسلي ناس طيبين وناس مناح يدلوني للطريق الصحيح. ففتحت اليوتيوب، فالصدفة طلعت لي لقناة محمد حجازي قدامي مكتوب الاستغفار، فشدي الموضوع وبلشت أحضر الفيديوهات وبلشت أستغفر. فسبحان الله من تاني يوم بلشت أحس إنه الحزن كثير خف، كثير بلش يروح هيك، أحس الهم يعني كان زي كأنه في جبال هم على كتافي، أحسها كلها راحت. فحسيت من فوائد الاستغفار من ثاني يوم، وضليت ملتزمة بالاستغفار. كنت أول إشي أستغفر 2000، بعدين حسيت إنه ربنا ببارك وربنا بيعطينا قدرة إنه نزيد بالاستغفار. فالحمد لله رب العالمين، ذهب الحزن وذهب الهم، وصار الموضوع كثير سهل، وصاروا الأولاد متعاونين معي كأنه كانت في قنبلة بالبيت بدها تنفجر. الحمد لله رب العالمين، ولا كأنه في إشي، الأمور طيبة، الأمور كثير سهلة، ولا كأنه صار عندنا مشكلة. والحمد لله زي كأني أنا عن جد كنت يعني بدي أوصلكم الصورة، زي كأني كنت في جحيم ونجوت منه بعد ما لزمت الاستغفار. وزوجي رجع البيت لحاله يعني، ورجع شخص تاني مش نفس الشخص أبدا. فبدي أحكي عن جد الاستغفار إنه فوائد لا تحصى ولا تعد، وما بعرف فوائد الاستغفار غير اللي جرب. شكرا عم أبو محمد. طيب عندنا كمان قصة إن شاء الله عشان نفهم الموضوع أكثر، كمان قصة لأخت أخرى تقصها أختنا أم رفيدة، من قصة عراقية يعني، هي لم تريد أن يعني أحد يسمع صوتها في موضوع مرات حساسية بالأمر. إن شاء الله نسمع المهم. طيب لا أدري إذا كان الصوت صحيح بال يعني مرتفع، لأنه كان الميكروفون عندي، فإن شاء الله سأعيد القصة كمان مرة، بس هذه قصة ثانية إن شاء الله نسمعها. أنه تفاؤل للكثيرات، لماذا تروي أنت قصص الأخوات ولا ولا تروي كل أخت قصتها بنفسها؟ لاحظوا لو أنه كل أخت روت قصتها بنفسها، أولا هذا طلب من الأخوات وهن أحرار، هناك من تروي لي قصتها وتريدني أن أرويها أنا. لماذا؟ تقول أنا طلبت منهن أن تروي كل واحدة قصتها، فتقول يقولوا لي أنت أفضل من جانب اللغة العربية الفصيحة والاسترسال في القصة، أفضل من أن يأتي يعني شخص يتكلم بالدارجة ونحن ربما أكثر عرب لا نفهم.
العربي وخاصة ربما لهجاتنا نحن في المغرب العربي يعني الجزائر تونس والمغرب. فلذلك تكون القصة وفي العراق كذلك يعني مؤخرا قصتنا لليوم هي قصة لأخت عراقية. فلذلك يطلب مني أنا أن أروي القصة بالنيابة عنهم ويروي لي القصص أحيانا أيضا باب الاستشارة. فأحيانا يعني يسألوني ماذا حصل كذا ماذا حصل معي كذا يعني جزاهم الله عني كل خير لي يعني هذا من حسن ظنهم ونسأل الله إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم يا رب العالمين وألا يعني أفشلهم. يبدو أن العراقية أثرت فيه. إذن أختي العراقية تقول أن لديها مشاكل لا حصرة لها مع زوجها لا حصرة لها وأنه يعني يبحث لها على الأخطاء يعني وعايشة نكد وعايشة في ضنك ولا تعرف ماذا تفعل. فتقول حتى استخدمت هذه العبارة كرهت حياتها. فتقول أن حياتها كرهتها لم تعد تجد طعم الحياة. المهم الأيام تمضي يشتمها يسب أهلها إذا يعني تصرفت وغلطت يمنع عنها حتى المصروف يعني يأكل خارج البيت ويتركها هي وصغارها اثنين أولادها يعني جوعة يعني لهذه الدرجة هذا الإنسان. فتقول تعبت تعبت منه. فإلى أن جاء يوم من الأيام قال لها شوفي أنا طالع من البيت أرجع ما ألقاك ما ألقاك من البيت. فتقول يعني إلى أذهب أنا يتيمة وبطفلين وأين أذهب والحال في العراق لا يصر العدو ولا صديق يعني امرأة تخرج للشارع وأهلها متوفيين وبطفلين ستكون يعني الفهم يذهب ستكون نعم فماذا تفعل بحياتها. فتقول طلع الرجل زوجها وبقيت هي في البيت. فتقول لي أنا يعني مسك التليفون وأقلب يعني تليفون القنوات الآخرين. فتقول لي إلا وأشوف يعني فيديو حول الاستغفار والأخت متابعة لي أخونا محمد حجازي يعني معنا. فتقول شفت فيديو للاستغفار وبركة الاستغفار وكذا. فتقول نضت وضغط وصليت ركعتين. هنا أنا سألت الأخت هل قبل ذلك كنت لا تصلين؟ ترددت قليلا ثم قالت نعم كنت لا أصلي. فتقول توضغط وصليت ركعتين وبدأت أستغفر. تقول كنت أستغفر من أعماق أعماق أعماقي. تقول اشكدت على قلتها اشكدت استغفرت من أعماقي ما تدري يعني لن أعرف أنا أتكلم لا شدها مثلا. المهم الأصل في الموضوع أن أصل الفكرة. فتقول كنت عندما أستغفر من كل قلبي وأعماقي وأنا أشعر وكأن الله معي وكأن الله في لحظتها معي في البيت وأقول له يا ربي أنا التجأت إليك إلى أين سأذهب ولو بقيت سيأتي واحتمال يضربني لأنه معتاد يضربني لو جاء وجدني بالبيت سوف يضربني. وبما أنه قال لي لا أريد أن أراك ورجل غضوب ويعني سريع الغضب ممكن وعصبي ممكن يضربني وشوهني يعني. فتقول مسكينة تقول أنا كنت أبكي جالسة على سجادتي وأستغفر أستغفر أستغفر بهذه الصيغة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قالت لي ثم أمرر وجهي في الأرض. قالت لي أقول له يا الله إذا كان الناس يسجدون يضعون أنفهم وجبينهم على الأرض أنا أمرر وجهي. تقول صرت أحك وجهي على السجادة وأقول له يا الله يا الله توسل إليك يا الله توسل إليك أنقذني مما أنا فيه. أين سأذهب أين سأذهب الشارع لن يرحمني وأنا أبوي متوفيين أين سأذهب وبطفلين صغيرين. تقول والله يا أختي كنت أمرر وجهي في سجادتي لأعلن خضوعي لله لأعلن عبوديتي أنا كعبد ذليل لله. سبحان الله ذكرتني في كلامها بالأنبياء عندما يدعو النبي يسبح ويعترف بالذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعتراف وتسبيح. هذه الأخت تقول لي أدعو 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 بهذا الشكل ثم أعود أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تقول زوجها خرج الصبح ما جاش على الغداء وما دخلش البيت. تقول الواحدة ليلا أو يزيد سمعت الباب يفتح. تقول لي ولدي نايمين فغلقت الغرفة حتى الأولاد ما يصرخ أو يضربني أو ويسمعون. فتقول سبحان الله دخل لم يكلمني لم يقل لا سلام عليكم ولا شيء هو إنسان على حسب ما تقول شرير جدا. فتقول وهي خائفة قالت أنا جلست في الصالون تركت غرفة نومي وهو دخل لم يتكلم معي دخل نام. الصبح قام قالت أنا ما نمت. الصبح قام قال لها أنت ما تفطرين ما تحطين فطور. فتقول لي سبحان الله أي فطور. قل لي قمت سريعا يلا يلا حطيت فطور وكأنه شيء لم يكن. فتقول لي سبحان الله خرج من البيت لم يأتي لم يعد للبيت حتى بعد صلاة العشاء وأنا قد أصلي وأستغفر وأعلن توبتي وأعترف بذنوبي لربي. فلما جاء بعد صلاة العشاء تخيلوا يا إخواني انقلاب 180 درجة. تقول جاء لأول مرة في حياته يأتي بقارورة عطر ويضعها على الطاولة على أساس كرامته لم تسمح له بأن يعطيها القارورة في يدها. وتقول أختي هذه الكريمة التي أتمنى لها السعادة والهناء يوم عن يوم حياتها انقلبت 180 درجة وصارت الزوجة المدللة التي يطلعها زوجها خارج البيت يشتري لها الثياب ويفسحها هي وأولادها الله يدوم عليها إن شاء الله. هذه قصة وعبرة لنا جميعا لنا في الله سبحانه وتعالى كل الفرج. ومشكلتنا كما يقول أخونا محمد حجازي إنما هي مشكلتنا مع الله مع الله. فلنصلح ما بيننا وبين الله سيصطلح كل شيء. السلام عليكم. نعم لربما أعيد القصة الأولى في آخر الفيديو لربما لا القصة الأولى هذه الأخت التي زوجها تركها لأنه كان الميكروفون بعيد
والحمد لله كل حال. لحظة نستمر إن شاء الله. الآن نعود إنه إذا في مشاكل في البيت في الأسرة علينا أن نتفقد أنفسنا مع الله. كل مشكلة بتواجهك في الدنيا مع المعلم، مع الشغل، مع الأمراض، مع الأسقام، مع الديون، مع الهموم، مع الكرب، مع سمي ما شئت، تهجير مش تهجير، كل شيء عندك مضايقك في حياتك، تفقد ذنوبك، تفقد الله جل في علاه. لماذا أنت هل أدرت ظهرك لله؟ كيف عبادتك؟ كيف صلاتك؟ كيف صيامك؟ كيف حجك؟ كيف زكاتك؟ كيف أمورك؟ هل تؤدي الواجب الذي عليك؟ عندما تتفقد نفسك مع الله تتفقد هذا اللسان الذي يودي بالمهالك. نعم، دائما نتفقد أنفسنا إننا على خير وبدأنا نمتثل. طيب أنا ما كنتش على خير، اليوم انت فهمتي انك انت عليك، انت وانت نفس الشيء، يعني ما فيش رجل ولا امرأة، انسان تحت العقاب، ففهم انه تحت العقاب، فحمل الاستغفار محمل الجد والتوبة والرجوع الى الله، ضب لسانه. كيف بدأ انت يعني الغيبة والنميمة؟ 30,000 استغفار ستضب لسانك حتى لن يكون لك وقت ان يعني للطعام. هذا هو الجمال، ستبقى كل اليوم استغفر الله 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 استغفر الله، هكذا تستغفر الله، اجعل لك خلوات للاستغفار بين الفجر والشروق ولربما بين المغرب والعشاء، فاجعل لك جلسات وانت في كل حال في كل حال استغفر الله، استغفر الله في كل احوالك. طيب انا لزمت الاستغفار، تبت الى الله، طيب صار اللي صار، انكسرت اجري، قلنا انه لربما الله يريد، مثلا أنا أعطيك مثال عن نفسي، أنا هذا رمضان أول رمضان يعني يمر علي من 20 سنة، أنا عندي محل حلو حلويات أغلقته قبل رمضان مباشرة، أغلقته وأنا الحمد لله رب العالمين مبسوط جدا إني أغلقته وارتحت منه، الفضل لله، رزقي أفضل مما كان وهذا المتجر شغال. فلو نظر إلي شخص يقول بتكلم على الأرزاق والمحل المسكر، أقسم بالله إنه حياتي أفضل مليون مرة مما كنت فيها، الحمد لله رب العالمين. طيب الآن أنت لربما يريد الله يدبر لك أمر هذا الذي كسرت رجلي، وهذه الأخت التي تركها خطيبها، لربما هذا خطيب، لربما إذا لربما يعود كما عادوا هؤلاء، عشان تفهم، لربما بالاستغفار حتى لو طلب الطلاق وكل هذا، انت مستغفر تائب الى الله، فانت مستمر مستسلم لامر الله، شو بدك تساوي؟ يعني اذا كان يضرب من هنا يضرب من هنا كمان، ماذا تفعلي؟ استسلمي لامر الله، اذا انت تائبه والله يريد بك خير. بدي اصل للي خطبت وبعدين بصل للي المتزوجه التي يريد ان يطلقها زوجها، وزوجها سيء الخلق يشرب واباحيات ومش بيخلي شيء، المهم وطلب الطلاق يريد ان يطلقها. طيب اسا التي كانت مخطوبه مده طويله وما ان لزمت الاستغفار سوره البقره، واذا في طلاق على الطريق، تركها وتركها كمان العمل ابطل، يعني توقفت عن العمل. لربما عليك عملك بالنسبة لله في عليه شبهة، لربما هذا الخطيب لن ترزقي، لربما استنتيه انتظرت كثيرا ولن ترزقي بالأطفال منه، لربما يكون سيء الخلق وسيضربك، لربما هو إنسان بذيء، إنسان سيء الخلق، لربما إذا تزوجت لن تنجبوا من بعضكم بعض أطفال، لربما نستسلم لمراد الله. لما أنا أسير لا يعذب الله مستغفر، طيب أنا قلبي بيجوعني، أنا ما فيش عندي خطيب، بدي أخطب، بدي أتزوج، بدي، طيب الله لا يعذب مستغفر. تذكر هذه الآية، هذا لزوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق ويعوده. فأنت استمر واعرف أن الله أراد بك خيرا، في كسر الرجلين لربما كان شيء أكبر قادم عليك، لولا الخرق هذا الذي بالسفينة فكانت كسر، كانوا كسر الرجلين، لولا الخرق لذهبت السفينة كلها، لكن خرقها الخضر فبقيت السفينة عندهم فيها خرق. وأنت هكذا أخي الكريم، حكمة الله تقتضي لربما تكفير، لربما ذنوبك تحتاج إلى أشهر عديدة من الاستغفار، فالله أراد أن يعجل لك يعني المغفرة
بكسر الرجلين واستغفارك، ولربما الله يريد أن يعلي قدرك ومقامك ودرجتك ويكفر عنك من سيئاتك. فارضى إذا كنت على تسير بالحق، وإذا كنت تذهب إلى أماكن لا يرضاها الله فافهم الرسالة. إذا كنت تذهب إلى أماكن لا يرضاها الله، شاطئ، عري، أماكن للتفسح فقط عشان النظر إلى ما حرم الله، كل هذه الأمور أنت بتعرف حالك. إذا كنت أنت تذهب إلى هذه الأماكن وماسك مسبح أو تظن أنك على خير، فالله راد بك خير أن أقعدك، لا يريدك أن تذهب، يريدك أن تستغفر وتتوب حتى تعرف الله. نحن الذين جئنا إلى هذه القناة مكلفون بتبليغ آية، بلغوا عني ولو آية، ستعيش الاستغفار حتى تملك قصة. طيب الأخت التي عشان أنا عندي 35 دقيقة لا أستطيع أن أتجاوزها لأنه في الفيسبوك ما في مجال أكثر. طيب الأخت التي زوجها يضربها، وزوجها سيء الخلق، وزوجها طالب الطلاق، وزوجها إنسان يعني لا يأبه بأولاده، لا يأبه بأي شيء، ماذا تريد من هذا الرجل؟ إذا الاستغفار مع هذه الأخوات قوم الرجل، الاستغفار بفضل الله قوم الرجل وعاده إلى 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 الطريق الصحيح، وفرش سجادته، واحد آخر يعني فرش سجادته وبدأ يصلي، كان هكذا فرش سجادته وبدأ يصلي. لكن نعم كان في عندنا قصة إنه الزوج أراد أن يتزوج من واحدة أخرى وتعرف عليها وكذا، وله صاحب صديق سوء ترك الصلاة بسببه، وبدأ يعني الشرب وهكذا، وعندما لزمت الاستغفار والتوبة هي وكأنه استقام، ترك تلك البنت، بطلت ترد عليه، نعم بطل في زواج، انتهى الزواج الثاني، وصاحبه تركوا هذا صاحب السوء وراجع وفرش سجادته وعاد إلى الصلاة. لربما الله يفعل هكذا، لكن إن لم يفعل الله كذا قد يكون الله يريد أن يخلصك من هذا الظلم. على ماذا تبكين يا أختي؟ بتحب الضرب؟ أنا أقول للرجال يعني أي رجال هذه، ماذا ستقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلقوا الله ورسوله؟ ماذا تقول؟ أتظن إنه الضرب هذا يعني هذا والضرب هكذا يعني أنت بتظن يعني أنت يعني والعياذ بالله تزوجت دابة؟ حتى الدابة لا يجوز لك أن تضربها. يعني أي بيت يبنى على هذه الحياة هكذا وكأنه يعني الله أكبر الله أكبر، كيف بده يتوفق هذا الرجل؟ لا أدري. وأنت يا أختي يا بنتي أنت ديري بالك من الله، أنت تحت العقاب، أنت تحت العقاب لعمل تعملين لرب ملسانك لا تضبيه، لربنا لسانك، غيبة، نميمة، مسلسلات، توك توك، كلام، الله يحاسبك حساب عسير عليه بزوجك، والزوج سيدفع ثمن باهظ. لكن إن كنت بدأت تستقيمي فليطلق الله وبعلي معه، فليذهب، الله سيتكفل فيك إذا لزمت الاستغفار، الله سيتولى أمر أولادك. المستغفر لا يخاف من أي شيء، المستغفر التائب لا يخاف من أي شيء قادم، كل الذي قادم هو فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المستغفر هذا مصيره، لا يعذب الله مستغفر، لا يعذب، حاشا لله أن يعذب مستغفر تاب، مش مستغفر لسانه طويل ولازال يغتاب وذنيه وعينيه ويبحث وراء الناس. فليذهب إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه. أنت يا أختي الكريمة أنت إلزم الاستغفار والله سيدبر أمرك، إلزم التوبة إلى الله، لا تلتفتي لزوج، لا تتملق إلى زوج، أنت إذا رجع الزوج طبعا أنت زوجته، فأنت عليك الطاعة، طاعة بما يرضي الله، طبعا بما يرضي الله، ولا تتجاوزي طاعة الله. يعني إذا هذا الإنسان يعني لا يعني يحب الحرام ويريد أن يشاهد مشاهد فيها حرام وهكذا لا تطيعيه فيه. نعم فليذهب ويطلقك أفضل لك منه. نعم فالله جل في علاه لازم تفهموا أن الله غالب الكل، سيغلبنا جميعا وسيرضي أولياءه، سيرضينا جميعا إذا إحنا تبنا ولزمنا الاستغفار، فسيحقق لنا الآية الكريمة من عمل صالحا، صلاتنا بوقتها، صيامنا كما ينبغي،
ما فيش غيبي، فيش قطيعة أرحام، فيش ظلم، فيش مسلسلات، فيش تبرج، فيش تكشف، فيش كل هذا. امتثلنا لأوامر الله، عدنا إلى الله، أدينا الصلاة في وقتها، وأدينا الصلاة حقها. الصلاة لا تنتهي بالتسليم، الصلاة تنتهي بالحسن الخلق. عندما نكون هكذا أبشري، ووالله إنه وعد الله، إنه وعد الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. إذا عاد إليك زوجك سيعود رجل يحترمك، لأنك تبت إلى الله، فلا يمكن أن الله يعذبك بالاستغفار. وإن تركك زوجك سيحييك الله، لربما يزوجك بزوج آخر، أو لربما يحييك حياة طيبة كريمة. أنت فقط، أنت متوجهة إلى الله، أنا بستغفر وأنا صليت سجدتي مفروض، حتى متى ما أذن أنا أصلي، لا أكذب ولا غيبة ولا تكشف ولا نمص ولا لسان ولا كلام فارغ ولا تكتك ولا مسلسلات ولا قطيعة أرحام ولا شكاوى لغير الله ولا نسب فضل الله علينا لغير الله ولا تظني إنك خير من الناس، وأبشري إن الله سينصرك، أبشري إن الله سينصرك، وأنت الرجل المتكبر والله سيحاسبك الله حسابا عسيرا. إن لم تكن راعي ترعى أولادك، من لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يعني جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعراب، فقالوا له يا رسول الله، يعني أتقبل أولادك؟ عن الحسن والحسين لربما قال من لا يرحم لا يرحم، طبعا يقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف تبني جيل، كيف تبني جيل عنده انتماء لبلده، وأنت ويكره الأرض التي عندما تدخل إلى البيت، يعني الولد وكأنك كأنه عفريت دخل إلى البيت، يعني أسوأ من يدخل على البيت هو الوالد بالنسبة للولد وبالنسبة للزوجة. كيف يا أخي؟ بيت بني أنت وأنا، هذا أحل أن يهدم والله. إذا البيت ما فيهش الشراكة، كيف بدك تربي أولاد؟ كيف بدك تربي أولاد؟ كيف بدك تربي جيل يحب الله، يحب الأوطان، مش كلاته أنا كيف؟ إذا لم تقم بالواجب الذي عليك يا أخي الكريم فأنت آثم، ووالله سيدفعك الله أثمان. وهذا الرجل هنا يتخبط بين الخمور وبين الزنا والإباحيات وكل هذا، نعم هذا الرجل سيصل إلى درجة، تعرف العربيد السكير الذي لا يصحى، ما عاد يصحى، سكران كل يوم، مش عارف حاله، لا قيمة له لا عند أهله ولا عند أولاده ولا عند زوجته ولا عند أي شخص على وجه الأرض، يعني الذي ينظر إليه والعياذ بالله يبصق عليه. نعم الله يعاقب، فأنا علي أن أعبد الله كما يحب الله ويرضى، وحق على الله أن يرضيني. لا يعذب الله مستغفر، لا يعذب الله من يعبد الله وعبادته مستمرة ولا يشرك بالله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. الشكر أن ترد فضل الله عليك لله، تقول هذا كله من فضل الله، هذا الرزق جانا من فضل الله. إذا أخوك أعطاك قولي الفضل كل لله، مش قولي لولا أخوي هداني إني أستغفر وسمعت كلام، لا، الفضل لله إن هدانا جميعا إلى الاستغفار، والحمد لله رب العالمين. فإحنا لازم نعرف نتعامل مع الله، وكل مشكلة بتضايقك المشكلة مع الله. تفقد ذنوبك، خلواتك، كلامك، لسانك، صلة أرحامك، حقوق الناس عليك، تفقد عينيك، ذنيك، كل شيء. فلا بد إلا أنك ستجد أن هناك ذنوب انتهي، وكان الله يقول لك نعم هذا الذنب اتركه، ستتركه وأنت صاغر، وإلا سيستمر العقاب عليك. لا تستهين، هناك من كتبوا ودونوا، نعم كانت لنا ذنوب كنا نظن هذا شيء، يا رب لماذا تأخر الفرج، يا رب لما عندما تركت هذا الذنب الذي كنت أظنه لا شيء جاء الفرج مباشرة. هكذا نتعامل مع الله، لا تمسك أي شيء إلا ذكر الله والصلاة والقرآن. أما تمسك ذنب وتقول هذا هين، لا، هذا أنت بتفكر أنه هين. الإصرار على المعصية كبيرة، فكل ما حل بك وأنت على خير فاعلم أنه خير لك. لربما يريد الله أن يؤدب هذا الزوج، أو لربما هذا الزوج لا يمكن أن يصلح، وهذا الخطيب لربما لا خير فيه،
ولربما إني هذا العمل الذي أنت فيه لا خير فيه، ولربما أنت كنت تقترف بعض الذنوب تذهب بها برجليك إليها، لا يريدها الله، ولربما الله يريد لك خير أكثر من هيك، ولربما كان جاء عليك يعني مصيبة أكبر فاختصرها الله جل في علاه باستغفارك. هكذا تنظر إلى الأمور إذا كنت تائب. إذا لم تكن تائب توب واستمر، فليحصل ما يحصل، فليحصل ما يحصل، طلاق، زواج، رجوع، فليحصل ما يحصل. إذا أنت تائب الله سيتولى أمرك. نعم، فليحصل ما يحصل، طلاق، زواج، يرجع لا يرجع الزوج، يرجع الخطيب لا يرجع الخطيب، لا بهمني، والله سيرضيكم الله إذا أنتم تبتم وأقبلتم على الله ولزمتم الاستغفار. سيغنيكم، سيزوجكم خيرا منه، وسيعطيكم خيرا منه، وستكون حياتكم أطيب منه مع هذا الرجل أو ذاك الرجل. نعم، والله سيعوض هذا الرجل الذي كسرت رجليه، وقد رآه أخونا سبحان الله برؤيا، الله أعلم، كأن الله يقول هذا قدر كان مكتوب لا علاقة للاستغفار فيه. لربما هذا كان قدر مكتوب لا علاقة للاستغفار فيه، فرآه أخونا محمود من القدس، والأخ لا أدري من أي بلده، فسبحان الله كيف رآه هذا قدر. والله يرسل الرسائل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم. خليكم على الحق، على صراط الله المستقيم، ولا يعذب الله مستغفر. لكن لا تخلط الاستغفار بالغيبة والنميمة والسب والشتم والهاوت والعري والتكشف والطلاء، وبالآخر تقول لي مش عمال يزبط معي. ثم اصبر اصبر امشي، لما أنا بتوب فليحدث ما يحدث، والله سيرضيني الله، فهذا وعد مني الله. وإياكم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. شوف، الاستغفار رحمة الله، شفاء، أرزاق، حياة طيبة كريمة، كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.